بداية ملي كنتكلموا على حصيلة حكومة سياسية كنتكلموا على دور سياسي في تدبير هذه المرحلة الحكومية. حصيلة الحكومة نقدر نلخصها لك أنا في ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى 7 شهور ديال البلوكاج الحكومي اللي بالدرجة الأولى رجع لحزبين معينين داخل الأغلبية الحكومية. من بعد منها سنتين استمر الصراع اللي كان بسبب البلوكاج والتنافس على المرحلة المقبلة، يعني انتخابات سنة 2021، والسنتين الثانية كان فيها تدبير مرحلي ديال جائحة كورونا. هذا هو الملخص ديال عمل الحكومة، 7 شهور الأولى بلوكاج، سنتين ديال الصراع، ومن بعد منها وحدتهم كورونا الله يخلف عليها، يعني مجموعة ديال القطاعات، وانطلق الصراع الحقيقي على سنة 2021. يعني كما قلت قبل، عوض سياسيين يحاولوا يتوحدوا باش يدافعوا المرحلة السياسية ديالهم. حتى السيد رئيس الحكومة من جاء الآن للبرلمان يحاولون التلاعب بالأرقام، ماشي ما نقولوش أرقام نشككوا فيها ولكن التلاعب، باش ندير مقارنة مرة بين رقم ديال سنة 2011 ونقارنه بسنة 2021، ومرة رجع لسنة 2016، غير اتفق معنا علاش بيتقارن. ملي كتجي دابا كتعطي نسبة النمو المقترحة لسنة 2021 4.6%، وأنت كدير العام اللي فات ناقص 7%، خصك تشرح للمغاربة بأنك دابا أنت سنة 2021 رديتهم لسنة 2019. بان ما خلقتي مناصب الشغل، ما خلقتي حتى شي حاجه، لان الا ما كانش نسبه النمو ما غاتكونش الثروه، ما غاديش يكون مناصب الشغل. خرج قول الحقيقه، السياسي خصو يخرج يكون عنده جرأة يخرج يقول الحقيقه. مجموعه ديال الاجراءات اللي جات في البرنامج الحكومي يصورها بارقام، ولكن على ارض الواقع واش حنا كن حنا حك انت كتحكم المغاربه، كتجي تقول الناس درت في التعليم الاولي، درت في الصحه، درت في هذا. راه المواطن ملي غادي يجتمع رئيس الحكومه يقول لك واه الراجل دار كل شيء، يعني هذا السياسي اللي غيجي يحط لي برنامج هذا العام وغيسالي ويقول راه نفذتو، حتى هو راه كيكذب عليا من دابا، وهذا لن يعزز الثقه في العمل السياسي. الفشل واضح، خرج قول ما تمكناش، كاينه الجائحه، ما كانش توافق، حنا بدينا ممكن بدينا درنا عمل تشريعي ودرنا عمل تنظيمي، ولكن تنزيلوا على ارض الواقع باش يلمسوا الطبقة الشعبية والطبقة المتوسطة تلمسوا في حياتها اليومية، راه مازال ما غيوصلكمش هذا الشيء، ولكن حنا كنأسسوا واحد المرحلة جاية. ولكن تقول أنا حققت 85% ولا 100% من برنامج الحكومي ديالي والمواطن ما واصلوا والو، يعني حتى هاد الناس اللي غيحطوا اليوم برامج انتخابية أنت أصلا أعطيتيهم فقدان الثقة مع 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 الناخب. والأزمة اللي غتكون اليوم هي الثقة، واش هاد المغاربه غيخرجوا يصوتوا اصلا ولا ما يخرجوا يصوتوا؟ لانهم تاقوا في حزب العداله والتنميه، واليوم كيجي كيقول لي ما ودي راه داكشي اللي وعدتكم به درتو، وانت كيبان لك درتي، المواطن كيبان له ما دار والو، كاين شي اشكال. واش غنقولوا تصلحت الصحه؟ غنقولوا تصلحت التعليم؟ غيكونوا تخلقوا مناصب الشغل؟ غنقولوا تخلقت الثروه؟ غنقولوا حاربنا الفساد؟ غنقولوا كاين توزيع عادل للثروه؟ كنقولوا كبرنا الطبقه المتوسطه؟ كنقولوا حاربنا البناء العشوائي؟ حاربنا الدور الصفيح؟ هادو كلها ملفات اللي كيسول فيها المغربي اليوم. ما كيسول لا سيدي انتم دابزوا في الرباط ديروا اللي عجبكم، ودي انا غير صلح لي حياتي، صلح لي غير نحس بشي حاجه تغيرات. ملي كيجي رئيس حكومه كيقول له راه داكشي اللي وعدتكم به درتو اليوم، وحنا اش غنخرجوا نقول لهم؟ دابا الا خرجنا قلنا لهم ودي راه عندنا افكار وعندنا هذا بغينا ننزلوا، غيقول لك راه بحالهم بحال بحال بحال. يعني وانت زعما ما فشلتيش؟ الا كنت انت رئيس حكومه حقيقي نزل، نزل وهضر مع المواطن وسمع رايه وسمع اش كيقول لك، لا في صحتك لا في تعليمك لا في خلق مناصب الشغل لا في الملفات الكبرى اللي حليتي لا في بسيط المساطير الاداريه لا في التعليمات الملكيه اللي اعطتكم ما نزلتيهاش. كل شيء متاخر نظرا للصراع السياسي، وشي باغي الحكومه تنجح شي ما باغيش تنجح من داخل الاغلبيه الحكوميه. رئيس الحكومه اللي ما عندوش اغلبيته لمده سنتين ما عندوش اغلبيه، عامين ما تجتمعش مع قاده الاغلبيه، كيجيو قوانين البرلمان كدوز كدوز باش غنقول لك بالطليب والرغيب والمعارضه، مره تعاون مره تدوز المعارضه مره يدوز انسجام حكومي ما كاينش للاسف. نقدروا على نتكلموا على حصيله اداريه، ولكن حصيله حكومه سياسيه راه ما كايناش باستثناء التوجهات الكبرى والاستراتيجيات الكبرى اللي من جلها جلاله الملك غاديه عبر الحكومات، هي اللي كتخلينا نقولوا شويه نفتخروا بهذه البلاد، اما سينو اللي تكلفنا به حنا راه فشلنا به. وشكرا.